36 اليوم كانت مرافعات من طرف الدفاع ديال الامين عشكون والدفاع ديال العمراني اللي هو دخلت مسمى بالوردي. فلهذا احنا حقيقه هما تدافعوا على المتهم ديالهم، هما عندهم الحق، احنا ما عندناش تدخلات في هذا الشيء. ولكن اللي عجبنا حنايا في هذه الجلسه حقيقه هو ان المطالبه اللي كنا كنطلبوا احنا كضحايا، هما حتى هما داروا التماس لانهم تيشيلوا هذه النقط، حيت الدوسي ديالنا مشى خاوي فارغ بهذا المعنى. هما دخلوا غير الوردي والاعوان ديالو كيلكو زومبلوالي اللي عنده فيها، مع العلم انهم كانوا اطراف اخرين من المفروض انهم يكونوا متابعين في هذه القضيه، منهم لا اذكر اسماء الاذاعات الوطنيه اللي معروفه الاولى والثانيه ما نذكروا، كانوا البانيسات في الشوارع، كانوا الجماعات المفروض هما يكونوا متابعين، شكون اللي سنى لهم؟ شكون العقود اللي عندهم باش خلاو البانيسات باغتو؟ شكون اللي خرجهم من خارج الوطن اصلا ليكسبو بلا في داخل المغرب او في خارج المغرب؟ فين هما هاد الناس كلهم نورمالمون خصو يكونوا داخلين في هذا الملف؟ مع العلم حنا تنشوفوا غير المتهمين، غير الوردي والعائله ديالو، فوالا بهذا المعنى العائله ديالو. هو دار امين عشكون لا هي لا عندها لا درايه بتسير الاموال ولا هذا، ومع العلم انها ديال مديره اموال هي ما عندها حتى شي دراسه بهذا الماده، عندها دراسات عليا حقيقه لا انكر ذلك، ولكن هي ما عندهاش تسير اموال بصفه نهائيه. اليوم الدفاع ديالهم تين فيها وتين برا من التهم هذه كذلك، انها هي بريئه، هي عندها حسنيه، هي عندها هذه، هو عنده الحق يقول هذا الشيء، ولكن حنايا كضحايا كل واحد عندهم يد في هذا النصب هذا والاحتيال اللي كانوا احتالوا على الضحايا، من عيال الثقيل سواء في المغرب او في الخارج. هناك محامون في امريكا، هناك محامون داخل الوطن، هناك اطر عليا لا اذكر اسمائهم، حتى لدرجه ان الضحايا ما تخلناش نديو هذه الثلاث جلسات. انا العلم انا غادي نبين علاش ما تيجيش، حيت كاينين دفاع اللي تيستفزوا، كانوا وقصوا اللي تيستفزوا الضحايا. عندنا ضحايا مراد حاليا اختنا اللي عندها دكتوره في القانون، ها هي حاليا في المستشفى تجري عمليه جراحيه منذ بدايه هذه العمليه، وهي مسكينه من المرض ومن هذا كانت واحد الورده منفتحه، لذلك دابا ولات منحطه من جراء هذه العمليه هذا. ومنهم كذلك بزاف ديال الضحايا لا داعي بزاف ديال الكلمات، معنا سبعه الناس باتوا، كاينين تشلوا، كاينين هنا تيشربوا الدواء، كاينين علاش ما بقيناش نجيو؟ هذا اللي اوضح هذا القوسين هذا ما بقيناش نجيو حيت الناس ما بقاش يقدروا يستحملوا هذا الشيء وهذه الزيادات وهذا الشيء اللي كاينين في هذه العمليه. فنتمنى من جلاله الملك يدخل مره اخرى في هذه القضيه، لاننا عندنا دوسي مكمول وواضح ومفسر، ما بقاش الفرقه الوطنيه نوصلوا لهذا بالحكم ان ما عندوش كونفونسيون مع بنما. هذا لا يعني ان كان عده طرق باش نوصلوا لهذ الاموال، ونتمنوا الفرقه الوطنيه ان توصلنا الاموال قبل ما تنتهي هذه الجلسات. هذا هو المبتغى ديال الضحايا، وشكرا للمراقبه الاعلاميه، شكرا جزيلا. نقدر نقول لكم الضحايا 1400 وما يفوق، 1400 نضربوها في خمسه اشخاص اللي تكون في العائله، وشي فخرة انتم غادي تعرفوا. اما المبالغ راه كبيره 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 بزاف، الملايير راه 700 مليار ولا 800 مليار، حنا اللي عارفين. اما ما عرفتش حيت حتى سمعتم في مرافعات انه مبالغ استثماريه كبيره عالميا، ما كنقولش انا وطنيا عالميا، راه ما نقولكش البلدان. وهاد الشركات اللي في بنما راه كانت اختلاسات، راه كانت على طريق قانونيه، راه ماشي قلنا ما نقولوش تهريب، راه كان دايرين شركات وهميه باش هو يدير تبويض اموال، هذا هو الهدف ديالو، ماشي هدف ديالو الاستثمار. ودارها على لون تيرم، علاش على لون تيرم؟ حيت عارف واحد النهار غادي تقبض وغادي تيخرج من السجن وغادي تستمتع بداك الفلوس ديالها، مع العلم انه الناس ضحاو راه خدامين في المهجر، وذاك المهجر تتعرفوا مع تيخرجوا مع تيدخلوا وكيفاش تيشدوا وبغاو يديروا السكن ديالهم، ما عرفوش. مع العلم انهم ما عندهم حقوق سميتهم في ذاك البلد المغرب ديالهم، وهما فضلوا باش يدخلوا الوطن ديالهم،
فلهذا تنتمنوا من الملك وجلالة الملك ان يحميوا هاد المواطنين المغاربه في الداخل ويحميوا المغاربه في العالم، وهذا اللي ما تنطلبوا، هذا هو الطلب ديال الضحايا، ان استرجاع الاموال ديالهم، اما سجنوا او عدموا فلا يهمنا في هذه القضيه. وشكرا.